مخيم النازحين يتعرض للقصف الهمجي العشوائي من هذه العصابة الهمجية العشوائية المجرمة، قصف بالصواريخ والمدافع الثقيلة والهاون، ما تركوا أي نوع من السلاح إلا واستخدموه ضد هذا المخيم. انظر، حرق ودمار في كل بيت وكل شارع في أنحاء سوريا. لا حول ولا قوة إلا بالله، حرق هذا المنزل بالكامل بسبب هذه العصابة. حسبنا الله ونعم الوكيل.